حاليا نحن متواجدين في مؤتمر التغذية لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بوجود عدد كبير من المتحدثين من دول مختلفة وبمواضيع مختلفة، وهذا بحضور عدد كبير من أخصائيين تغذية سواء من المؤسسة أو خارجها، ونشكركم جميعا على الدعم. اليوم كان جميل، مواضيع مختلفة، ركزنا اليوم عن صحة الطفل وكيف ممكن احنا نساعد الأطفال لنمو أحسن ومستقبل أفضل.